محمد فوزي فيض الله، وممن تكلم وقرض هذا الكتاب الدكتور المرحوم محمد سعيد رمضان البوطي. التفت هذا الرجل يذكر، لأنه أشعري بامتياز، وأنا أريد واقعا أن أقرأ بعض عباراته، ولم يكن يعلم أنه نهايته على يدي من يقول. فلماذا يتكلم مع من؟ مع السلفية، من غير أن يذكر الأسماء. يقول: فلماذا تبررون لأنفسكم هذا الذي لا تبررونه لمن هم ليسوا أقل منكم علما؟ ثم يقول: لماذا يكون تأويل الأشاعرة لما برهن الدليل الاجتهادي على صحة تأويله تعتبرونه تعطيلا وابتداعا، ويكون تأويلكم لما قد لا نؤيدكم فيه سلفية صالف صافية؟ إذن المعركة مع من؟ إذن أعلام المسلمين، واقعا أعلام أهل السنة والأشاعرة، شخصوا قبل هذا الزمن أن المعركة بين من؟ بين أهل السنة والجماعة، وبين من ينسب نفسه إلى أهل السنة والجماعة، وهم أتباع ابن تيمية، وهم السلفية الدعوية والجهادية وإلى غير ذلك. كنا نقول بالأمس، التفتوا إلى عبارات هذا الرجل، قلت لكم أنه لم يكن يعلم أنه خاتمة أمره على يدي هذه الجماعة. كنا نقول بالأمس: قاتل الله الجهالة كم تحجب العقل عن الحق، ولكننا نقول اليوم: قاتل الله العصبية العمياء كم تحجب العين المبصرة عن رؤية الشمس صافية لألاءة في كبد السماء. وآخر المطاف انتهى أمره ماذا؟ اغتياله على أيدي هذه الجماعة العصبية العمياء التي يعبر عنها. هذا كتاب أهل السنة والجماعة. طبعا هذا الكتاب أخذ مأخذا كبيرا في الواقع الإسلامي، ولهذا أنصح الأعزاء أن يراجعوا هذا الكتاب، وهو أهل السنة الأهل السنة الأشاعرة، شهادة علماء الأمة وأدلتهم.